احلى فيديو النهارده، عايزاه يضرب نار ويدخل بقى الترند. بقى خليكوا جدعين ويلا حبايب قلبي جيجي، نشوف مع بعض عملنا الحاجات الحلوه دي ازاي. يلا بينا. احلى رز ده بقى ولا ايه؟ حبيب قلبي جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى الابهار جامد جدا. النهارده يا ستي لو عندك دبابيس او عندك فرخه تقدري تقطعيها لتمن قطع، او عندك وراك تقدري تقطعيهم لاتنين. هنعمل النهارده الاكله دي هتعجبكم قوي قوي، كل الولاد بتحبها جدا. هنعمل كنتاكي، بس كنتاكي جيجي مختلف خالص ومستوي جدا ومقرمش اخر حاجه. عايزين نعرف بقى ازاي، نبتدي كده مع بعض. اولا يا جماعه معايا كيلو من الافخاد الدجاج دي او الدبابيس، تمام؟ تقدري تعمليها على فرخه وتقطعيها، انا عندي الدبابيس، تمام؟ طيب الناس اللي بتسالني على طريقه تنظيف الفراخ وزي ما يبقاش فيها زفاره، بصي يا ستي، طبعا انت عارفه البرتقال بيبقى موجود في الصيف وفي الشتاء. طيب دلوقتي في الصيف موجود وباربعه جنيه، انا بجيب برتقال، باخد كده برتقانه بنقع فيها الفراخ، طبعا بقطعها لشرايح وبدعكها بالقشر بتاعها، وبعد كده بحط معاها ليمونه ومعلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من السكر ومعلقه من الملح، واسيبها في المحلول ده لمده ساعه كامله، وبعد كده بتشطفيها، بيبقى ريحتها حلوه جدا وما فيهاش اي زفاره وجميله وممتعه جدا. ده لاي فراخ، بصوا يا جماعه، والبط والوز بصي كل الطيور، مش هيبقى فيها اي زفاره خالص، فقلت لازم اقول على المعلومه دي، معلش مهمه جدا. طيب تعالوا بقى نشوف كده، بعد طبعا ما غسلنا الفراخ معانا ايه بقى المكونات بتاعتنا. معايا فلفلايه رومي اللي هو الاحمر ده، تقدري تحطي فلفلايه خضراء لو ما عندكيش فلفل الوان. معايا 2 طماطم متوسطه، معايا بصلايه كبيره، معايا دول 3 فصوص توم كبار بس مقطوعين نص، قرن فلفل حامي، وده اختياري عشان انا مش هحط شطه، تمام؟ فده هيظبط معايا وبيدي طعم وتست حلو قوي. طيب معايا ايه كمان؟ هاخد معايا فنجان من الخل، تمام؟ هنحتاج فنجان من الخل. هنحتاج كمان في الوصفه بتاعتنا، بصي كده معايا التوابل بتاعتي دي، بصي يا ستي، معايا معلقه كبيره مليانه هرم من بهارات اللحمه، انا بحب بهارات اللحمه في الفراخ، بحس ان هي اطعم من بهارات الفراخ. معايا كمان نص معلقه من الكمون، ومعايا نص معلقه من الكزبره الناشفه، معايا نص معلقه من السماق، ومعايا نص معلقه من الزعتر، وده زعتر انا بطحنه عشان تبقى ريحته فعاله اكتر، تمام؟ معايا كمان معلقه كبيره من الملح. دي التوابل بتاعتي. طبعا لو عايزه اللون اصفر بنحط يا اما بودره زعتر فران، يا اما بنحط شويه من الكركم، تمام؟ عشان لو حابه لونها اصفر، انا هحط لكم كده اهو شويه اهو من بودره الزعفران الصفر عشان تديكي اللون اللي هو الاصفر ده. تقدري تحطي معلقه الكركم، مفيش مشكله خالص. بصي بقى يا ستي، هناخد التوابل دي كلها مع كل الزيطه بتاعتنا دي كلها مع فنجان الخل، وهنضربهم في الخلاط ناعم جدا لحد ما يبقوا زي الميه. مش عايزاهم في الكب عشان انا مش عايزاهم ناعمين، لا ده انا عايزاهم مضروبين زي العصير بالظبط. فهضرب كله مع بعضه، وبعد كده نرجع تاني نشوف هنعمل ايه. استنوني. صينيه كده اهو، تمام؟ رصيت فيها الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هننزل بقى باللي احنا عملناه اهو من الخلاط كده على طول. بصي في الخلاط اهو، ولا كبه ولا اي حاجه، بصي لونه حلو ازاي اهو بالشكل ده كده اهو، اللون الاحمر مع الاصفر عامل شغل عالي قوي اهو، بصي بالشكل ده. اغطي بس كده اهو فوقيها اهو. طب مش هنقلب الفراخ؟ لا مش هنقلب الفراخ ولا اي حاجه، هنسيبها كده اهو، هي هتتشرب من الصوص الحلو اللي احنا عملناه ده اهو. هجيب بقى دلوقتي ايه، هجيب ورقه فويل وبعدين اغطي كده اهو عليه، وعلى البوتاجاز مش في الفرن، على البوتاجاز على نار هاديه، على البوتاجاز عشان عايزاها تستوي. تستوي ازاي يا جيجي؟ تستوي تلات ارباع سوا، مش نص سوا، تلات ارباع سوا، عشان الربع الاخير هيكون في الزيت، تمام؟ نحطها بقى على البوتاجاز ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. استنوني بقى كده اهو، شوف الفراخ بتاعتنا اهي، تمام؟ بصي استوت معايا اهي كده اهو، تلات ارباع سوا، بصي لسه اهي شايفه اهي كده، مستوتش على الاخر كده اهو، تلات ارباع سوا مش نص سوا. النص سوا ما تبقاش شقت من هنا اهو، من عند الرجل كده اهو. بصي انا بعملها كده فتوحات اهي وبقلبها خلاص كده اهو، هطفي عليها وهغطيها بالغطا بتاعها
وهسيبها تبرد خالص خالص خالص، يعني اوعي يكون فيها اي سخونيه، تبرد خالص وبعد كده هنشتغل. في الوقت بقى اللي هتقعد تبرد فيه هعمل لكم شويه رز يستاهلوا بقكم، بجد احلى رز هيعجبكم قوي. لو عندك كبدايه ولا قرنصايه في التلاجة كده، كبدايتين ولا حاجه باقيين، طلعيهم واعملي شويه الرز اللي هنعمله ده. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز يا ستي. بصي، جبت بصلايه كبيره بشرتها، خليها مبشوره ما تخليهاش متقطعه، مبشوره هتبقى افضل معاكي تمام عشان ما تبانش في الرز. هحط كمان عليها معلقه زبده، دي زبده انا مسيحاها تمام. هخليها بقى تدبل كده اهو معايا وتاخد لون كده خفيف، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده ادي البصله اهي معانا تمام. هنزل بقى بالكبد، انا اللي عندي في الثلاجه كبد ما فيهاش قوانص تمام. انا هنزل بيها سليمه كده اهو زي ما هي بالشكل ده، مش هنقطعها. انت بقى عايزه تقطعيها قطعيها، بس كده بتبقى احلى، بتبقى اكنك عامله الرز فيه قطع لحمه، يعني اكنك بتطلعي حته لحمه كده مدوره وحلوه. طبعا انا ايه بديله كده اهو، بقفل المسام بتاعتها تمام. هحط بقى هنا التوابل، انا بقى التوابل بتاعتنا اللي هي هتبقى تحت الرز الجميله. بصي بقى عشان يبقى مميز بقى بتاعك معايا، بصوا انا اجيب معلقه، بسم الله. بصوا معايا نص معلقه من القرفه تمام، ركزوا بقى معايا، معايا معلقه كبيره من السكر، ما تستغربوش السكر، معايا ربع معلقه من السماء، معايا ربع معلقه من الكمون، ومعايا معلقه كبيره من بهارات اللحمه، ومعايا معلقه الملح. التوابل بتاعي هنقلب كده التوابل الحلوه دي بقى. ريحه القرفه تحفه مع التوابل، عامله ميكس حلو قوي. هننزل بقى دلوقتي بالرز، والرز انا غسلاه من بدري وناشف خالص معايا بالشكل ده، بحطه في مصفى يتصفى بيبقى ناشف كده معايا. انا عامله شويه رز صغيرين مش رز كتير عشان تبقى باينه الايه الكبد كده فيه. بصوا بقى لونه بني وجميل ازاي. هنحط بقى الميه ونغطي وما تزوديش الميه تمام. كوبايتين الرز بياخدوا كوبايتين ميه تمام اهو. هحط بقى الميه ونغطي واوريكم بقى شكله لما يجي. شكل الفراخ بتاعتنا اهي تمام، بعد ما بردت بالشكل ده تمام. محضره بقى معايا ايه، معايا دقيق ماشي، احنا مش عايزين نصعب بقى الامور ولا نحط كاني ولا ميني. بصي بقى يا ستي، دقيق كده عادي خالص ومعانا شويه ميه اهي في بوله بس كده. هنعمل ايه، هنبتدي ننزل هنا اهو بالشكل ده كده اهو. بصوا هنزل كده اهو اهي، املاها كده اهو بالدقيق من كل الجوانب بالشكل ده. حلو كده الكلام، كلام جميل يا جيجي. هعمل ايه بقى، بصوا انا هشيل دي بس كده دلوقتي عشان كله هيتعمل بنفس التكه اللي احنا بنعملها دي. ادي البوله بتاعتي اهي اللي فيها ميه، عايزه تحطي ميه ساقعه يبقى افضل، بس انا جايبه ميه من الحنفيه يعني عادي اهي. هنفضها من الدقيق واروح نازله بيها هنا اهو كده اهو في الميه واقلبها على الناحيتين، وبعد كده اروح واخداها تاني من الميه واروح حطاها جوه الدقيق واروح مقفله عليها بالدقيق تاني بالشكل ده اهو. خليها كده تاخد الدقيق من كل حته، وبعد كده اروح منفضاها تاني. بصوا كده اهو معايا اهو، اروح بقى منفضاها كده اهو من الدقيق واروح جايباها حطاها معايا تاني في الميه اهي. معلش انت اتعبي شويه عشان خاطر ولادك، يعني انت بتعمليش لحد غريب، يعني تعبي شويه عشان يقولوا مامي احلى شيف اهو بالشكل ده كده اهو. ونروح عاملين كده اهو، وبعد كده نعمل ايه، نروح فاتحين وعاملين حفره كده جوه الدقيق ونروح حاطينها كده جوه، ونروح دافنين الفراخ بتاعتنا ونسيبها لحد ما نخلص الكميه كلها، وبعد كده نرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه قبل ما ننزل على الزيت. اخلص الكميه كلها ولما اروح على الزيت هوريكم هنعمل ايه، استنوني.
بس كده دفنت بقيه الفراخ كده زي ما وريتكم، ومخليه بقيه الميه هخليها لسه عايزاها. طيب هجيب بقى عندي اصغر حله، عندك اصغر حله تمام، واحط فيها الزيت تمام. اولا مش هتاخد معاكي زيت كتير، دي اول حاجه. تاني حاجه عشان يبقى غويط الزيت بشكل كويس جدا اهو زي القلايه بالظبط اهو. بصوا انا حطيت اكتر من نصها زيت وما خدتش بالظبط بتاع نص لتر من الزيت تمام. هنبتدي بقى نسخن الزيت ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. اهم حاجه ان هي تبقى اصغر حاجه عندك، دي صغيره جدا جدا تمام. هنطلع البوتاجاز ونشوف بقى هنعمل ايه. ادي الزيت اهو معانا بيبتدي ان هو يسخن تمام. هاخد بقى واحده كده اهو بالشكل ده تمام. هحطها بس في الميه زي ما قلت لكم، خلوا الميه اهي، هصفيها بس من الميه كويس، وبعد كده اهو هنزل بالشكل ده كده اهو. ممكن نحط واحده كمان جنبيها اهو، بصوا برده حطيتها في الميه تمام، ونحطها بالشكل ده كده اهو تمام. لما اجي بقى اقلبها هوريها لكم. بصوا الزيت مغطي الافخاد بتاعتي او الفراخ كلها ازاي بالشكل اللي انتم شايفينه ده تمام، بالشكل ده كده. اما اجي اقلبها بقى هوريكم شكلها عامل ازاي بقى كده اهو. نقلب مع بعض، نقول بسم الله اهو، دي اول تقليبه ليه ليها تمام. بصوا مضلعه معايا ازاي اهي، باين اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كده والفراخ على النار، تعالوا نشوف كده شكل الرز بتاعنا اهو. الرز خلاص خلص وحطيت عليه تمام اهو. بصوا شايفين اهي، والكبد جواه وحاجه كده بألف هنا وشفا. مش هتبطلي تعمليه، وريحه التوابل تحفه، حلو قوي. الناس بقى اللي بتحب الميكس الحلو مع الحادق ممكن تحط عليه شويه زبيب وتقدمه، بيبقى حلو جدا، او شويه مكسرات يعني. فكده الرز بقى خلص معايا، تعالوا بقى نشوف الفراخ. كده شكل الفراخ اهي تمام، بعد خلاص كده هما استوت معايا بالشكل ده. هبتدي بقى ان احنا نطلعها اهو، ونحط غيرها ونصفيها كده من الزيت كويس قوي اهي. بصوا شكلها حلو وتحفه ازاي معايا، حلوه جدا مقرمشه جدا جدا. هنفتحها بقى مع بعض ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. كده شكل الفراخ بتاعتنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده اهي. بصوا لونها تحفه ازاي، شايفين؟ وهوريكم كمان القرمشه عامله ازاي. وهنفتح دلوقتي واحده مع بعض، وادي الرز اللي عملناه. حطوا بقى لايك بالله عليكم، اللي محطش لايك يحط لايك، وتعالوا بقى عشان تاكدوا اللايك نفتحها مع بعض ونشوف مستويه ازاي ولونها من جوه عامل ازاي، والطعم تحفه، الطعم بجد خيال. تعالوا بقى نفتحها كده مع بعض. كده اهو نقول بسم الله ونفتح كده مع بعض تمام اهو. بصوا بس سخنة على ايدي اهي، بصوا هوريكم ما تقلقوش اهو. بصي بصي مفيش دم خالص ازاي، شايفة اهو لحد العظم. بصي بصي معايا لحد العظم اهو اهو، بصي مفيش دم خالص، اللحم مستوي معايا وكله تمام التمام اهو. ايه رأيك بقى؟ مفيش احلى من كده. بصوا بقى القرمشة بتاعتها عاملة ازاي، شايفين الكفر ماسك نفسه ازاي، سامعين حاجة كده بقى بألف هنا وشفا. يا رب النهاردة الحلقة بتاعتي تكون عجبتكم، وتكون كمان نالت رضوكم، وأشوفكم بقى إن شاء الله بإذن الله في إبهار جديد من مطبخ جيجي على قد إيدي، ولسه هبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامة في فيديو جديد.